20,000. في ألخاص بأزمة طبعا نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ما بين الأهلي والوداد، وأكيد طبعا يعني استعرض كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدد من النقاط الهامة جدا بخصوص عدد من الخطابات أكيد، ويعني يمكن فكرة كمان خطاب مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وأيضا مع الكاف وأيضا مع عدد كبير جدا من الجهات المختصة بخصوص هذه الأزمة. وبيسعدنا طبعا يكون معانا في هذه اللحظات الأستاذ الناقد الرياضي الكبير الأستاذ شريف عبد القادر. طبعا بنرحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية حضرتك أكيد كنت موجود منذ بدء فعاليات المؤتمر الصحفي، شفت أكيد أنه أكيد النادي الأهلي مش بيتطرق لفكرة عقد مؤتمر صحفي إلا في الضرورة القصوى. رأي حضرتك إيه في عدد من النقاط التي أثيرت اليوم في هذا المؤتمر؟ بالتأكيد المؤتمر كان كاشف لحقائق لم تعلن في السابق، بخلاف الحقائق اللي أعلنت، سواء الخطاب اللي راح من الاتحاد الافريقي من الاتحاد المصري لوزاره الشباب الرياضي ولم يتضمن تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا. التفاصيل بقى اللي دارت، تعنت الاتحاد المصري في ارسال الخطابات الرسميه اللي بينه وبين الاتحاد الافريقي لدعم ملف النادي الاهلي في المحكمه الرياضيه. كل دي اشياء كانت واضحه وكاشفه في المؤتمر الصحفي والتصريحات اللي قالها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي. بالتاكيد واضح ان يعني الجمله اللي قالها الكابتن محمود الخطيب، هناك اشخاص لا يسعدهم نجاح النادي الاهلي. للاسف الشديد الاشخاص دول اجتمعوا على ان النادي الاهلي يحرم من لقب كان في المتناول، بعيدا عن ان الاتحاد الافريقي قرر انه ينظم المباراه للمره الثانيه في المغرب، طريقه او توقيت الاعلان عن التنظيم عقب المباراه الذهاب في الدور قبل النهائي بين الوداد وبترو اتلتيكو. كل دي اشياء اتضحت من خلالها ان كان في تقصير واضح، مش عايز اقول زي ما اتقال في الخطاب اللي طلع من وزاره الشباب والرياضه ببدء التحقيق في ما حدث من الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال فيه ان هو في تقصير وفساد، ودي أزمة كبيرة جدا ان يتم اخفاء خطابات او ان يتم اخفاء معلومات عن الأندية اللي مشاركة في البطولات او اللي مشاركة في تنظيم فعاليات او الى اخره. ده شيء يندرج تحت بند الفساد الإداري، مش عايز اتهم حد بعينه، ولكن واضح من خلال التفاصيل اللي قالها والحقائق اللي ابرزها الكابتن محمود الخطيب ان هناك فعلا شبهه فساد في هذا الملف ويجب محاسبه المسؤول عنه. استاذ شريف، بعد كشف هذه الحقائق وبعد ما زي ما حضرتك قلت طبعا اكيد كشف التقصير وهذا الفساد، تتوقع ان يكون في ردود افعال من الكاف، من الاتحاد المصري لكره القدم وجميع الجهات اللي تم ذكرها في المؤتمر الصحفي النهارده؟ بالتاكيد طبعا، بالتاكيد طبعا، وواضح من توجه وزاره الشباب والرياضه بالتحقيق في هذا الملف بان في فعلا هيبقى في رد فعل، ورد فعل قوي، خاصه وان دي مش الازمه الوحيده، يعني مش الأزمة الوحيدة، شفنا أزمات كتير خلال الفترة الماضية في ملف إدارة كرة القدم المصرية على مستوى المسابقات المحلية، على مستوى المنتخبات، وللأسف الشديد بنسير من سيء لأسوأ في هذا الملف، فبالتأكيد هيبقى فيه رد فعل. الجزء المهم هو طلبات النادي الأهلي واللي هيتقدم بيها الاتحاد الأفريقي كمقترح بعودة البطولة النظام القديم ذهابا وإيابا، المباراة النهائية بالإعلام بشفافية، حتى لو أقيمت بشكل نهائي من مباراة واحدة أن يتم تداولها بين الدول الأفريقية، ما تبقاش محدودة على دول بعينها. كل دي طلبات يجب أن أخذ بالاعتبار فيها ويجب أن يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة. بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا على شاشة قناة نادي الأهلي. شكرا، شكرا يا فندم، شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر بعد او عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص ب يعني ازمه نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا مستمرين معاكم في لقاءاتنا.